في الحقيقة روبير أن كل المؤشرات تشير إلى اتجاه مفاوضات طويلة، مفاوضات مكثفة، مفاوضات صعبة حتى التوصل لاتفاق في النهاية. المؤكد أن كل الأطراف تسعى بالفعل للتوصل لاتفاق، ولكن هذا يأخذ وقتا طويلا، والمفاوض الإيراني معروف بصبره وطولة باله ودخوله في أدق التفاصيل. لكن الأمر المشجع أن المحادثات في جولتها الثامنة بدأت بالفعل تتناول القضايا الأساسية، أو كما وصفها الكثيرون بأنها يسودها مناخ عمل حقيقي ورغبة حقيقية في التوصل لاتفاق. المشكلة أن إيران لا ترغب في التوصل لاتفاق مؤقت، لأنها لا ترغب في وقف أنشطتها النووية وإعادتها إلى مستويات عام 2015 دون الحصول على مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالعقوبات، وهي كما تراها رفع كل العقوبات التي فرضت منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق. وبالتالي فإيران ترغب في رفع كل العقوبات حتى لو كانت لا علاقة لها بالبرنامج النووي الإيراني، كالعقوبات المتعلقة بملف حقوق الإنسان أو دعم الإرهاب أو برنامج الصواريخ الباليستي. من المؤكد أن الدول الغربية لن تقبل بكل هذه المطالب، لهذا فهي تسعى فقط إلى تعطيل التسارع في البرنامج النووي الإيراني باتفاق مؤقت أو بتفاهمات مؤقتة على أحسن تقدير، ولكن إيران ربما لا تقبل ذلك. لهذا فإن يعني كما قال بعض الخبراء الذين تحدثنا معهم، فإن هذا الاتفاق المؤقت أمر مستبعد، ولكن التوصل لاتفاق ما زال ممكنا قبل نهاية الشهر الجاري أو على الأكثر مطلع الشهر المقبل.